خوينس قلت ليك عرفتي قبل في الكروسه بدا كيغوت بس هو يضربني قمشني هنا كان يرتاح مش ولا لا قمشني لا في الكروسه قبيلات ايه قبل في حيت الحجر قمنا داكشي علاش لا لا سير حركتي الخبز ما حركتوش واحد الساندويتش سخنت على غير جهه وجهه لا سخنتي من جهه وحركتي من جهه تبي جو اختي نمشي ناكل المهم دابا راه الخبيز ما شنو فيه اصلا وخلا نبالي به في الكوزينه غادي نمشي مازال تجيني بالي الخويني ما تنساوناش باللايك والكومونتير والبارتاج انا اختي سكينه طبعا سكينه مع سكينه وحلي محمد انا كنبان صفراء بالعكس ما كتبانش صفراء والله انا كتبان حمامره مزيان نقا شوف انا وجهي على فاش كتروح لي محمد امين الروح ديالو خايب خايب مرض خايب صح داكشي علاش خاف على ولده هو خاف على ولده ما تيقول لك خاف عليا حتى انا راه خاف على ولده نقول لك واحد الحاجه باش نقول لكم الاتراك اصلا كيموتوا على ولادهم وكيخافوا عليهم ولادهم والقطط والقطط هاد جوج الحوايج اما المنام عاد تموت سيري حنا دخلنا معاهم شوكه اليوم عندها وغادي تسمع اليوم نورتيني وشرفتيني قسما بالله فتي زعما كل ما جيت تكون قلقت منك لا 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 عنجبي من انت تسيني جاي لا غير دوز لحدو وتمشي انت تمشي عند راجلك الا نمشيو نجلسو معاك وصافي يلا معي مرحبا بي لا نمشيو نجلسو معاك اختي توجدي لنا الفطار هذاك شي يكون هاني مرحبا بي قبلنا تصور وسيد الماكلة تبردت سميرة كتاكل في الدجاج بعد لا لا غت سميرة كتدير من فوق ديالها من نوع خاف انت درتي بس بالدجاج لا بالصحة والراحة انا مازال كنتسنى الدجاج سخون انا كناكل غير خبز حرفي عادي الله يا ربي لا 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 تسنى درت الحساب شوية درتها فوق الخبز وغادي اللويات فادية باش ما ناكلش الخبز في نص الليل ها انت شيماء دابا كان عليك تاخدي شي كفته ديريها مع اه صح ها انت لالا شيماء كفته طايبه دابا هذه لا هذه واحد شي حاجه واعره دابا ضروري غنجيبها لك عندهم الحب خضر اه الحب خضر فصل خص ناكلو لا لا مسكبي عليها لا بغيتي سكتي سكتي لا سكتي هذيك يا اختي انا غندير لها واحد برانك واعر لا هذيك خليها تنديروا لها برانك واعر بهذا الشيء كفته صبري غدا نديكم تاكلوه لا نديوها عند مولاها غدا غديك عند سيد تاكلي اللحم خضر سميره اللحم خضر في تركيا اول شيء حيدك غنديها انا تركيا ديال اللحم خضر الا تفرج تفرج مع فيلم تركي خلاص كيعجنوها وكيكوروا كوره باش وكنسقاو في السقف وماكي ما تحط في السقف كتكون هي هذيك جاهزه الماكله الا ما طاحت خاصه الخضر المهم اللحم خضر ما كيضر ما والو غدا تشوفي واعر كاين السبورتوم شوفي هي انا كنوصي ما تكونش الحم خضر لا ما تمشيش معاه ما يضرها لا ما يضرهاش جيتي تركيا ضربي البرغل مع راسك انت تاكلي حقك البرغل انت كنت صيفطوني ساعه تكون شي حاجه لا 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 كنسيري بعدا كتعجبني هي علاش كانوا ولات شي كفته وهي كيصوبها بالبرغل انا غادي نقول لك ولكن خلي متى ياكلوها خلي متى ياكلوها ويعطونا رايها نشرحوا ليه القصه ديالها تات ياكلوها غدا ان شاء الله واحد الدار واحد مشهور فيها الطلبيه وجيت للدار لا 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 نديهم الريستورو ديالها نيت انا نعاود لكم قصتها حتى الغدا حتى الغدا ان شاء الله تسناو الفيديو ديال تشيكوفته اللي غتاكل سميره اللحم خضر في تركيا من يدينا وغتعطيكم رايها تسناو الفيديو اللي غيسعروني فيه يلا سخني انت سخني لي تولي المغرب بالدرون وكان بس نحط في هذا انا داسي كنعمل ولدك فيه الجوع هذوك منين تسخن خير مساء النور مساء كل حاجه زوينه هذا الفيديو هذا انا بديته لكم في الليل كما كتشوفوني لابسه القفيط التكشيطه بالمضمه بكل شيء انا السلام عليكم معايا سميره عليكم انا لابسه القفطان ديال جوهره براندا واخا انا خويت المغرب المهم هزيت كل شيء لازم ديالي اليوم الليله الاخيره عند اختي سكينه فرحانين بها الله يدي على خير عند رجها حتى هو اللي عمرها دار باينه فيه ولد الناس ما غاديش نقول لك خصنا نكونوا حزينين بالعكس ملي كيكون يعني تدي واحد الراجل ولد الناس وغيتهلا فيك وغيقدرك فخصنا نضحكوا ونطلقوا كتمشيو انت فرحانه مي ضروري من داك داك شويه الحزن ديال الوداع مع يعني عشتي عمرك كله مع الاهل ديالك فيك
في راه مشات عين غادي تخوي الدار عليهم شويه صعيبه الفرق شويه صعيب انا شايفه اليوم احنا فرحانين اجيو على المشاهدين اجيو غادي تنوض تبكي ما باش نبكي كنوجدوا لها الحنينه ان شاء الله غندير لها واحد الصبيع اختي سميره اليوم غادا تنقش ليا ها انتم جالتي حنه خلطه الحنه مغربيه هذا غير فاني انا غادي تنقش لي يدياتي فريمون شكرا لك اختي سميره بزاف هذه المفاجاه الثالثه اللي دارت لي المفاجاه الاولى هو انه حضرت شخصيا للحنه ديالي وغدا ان شاء الله غادي تحضر العرس ديالي المفاجاه الثانيه للهديه القيمه المهم غادي تشوفوها في الفيديو في العرس غادي تعلق عليا والمفاجاه الثانيه اللي دارتها لي سوربريز ما كانش متوقعها انها غادي تنقش لي يعني فريمون مفاجاه زوينه والله نحافظك ونجيك الحبيبه ديالي داك من عليك بالخير يا اللهم امين العقبه لبنياتك العمران وجويدينا والبنات الاخرى شروق ولينا العقبه اللي عندهم ان شاء الله وان شاء الله نعوضك محسن والله ان شاء الله ايوا خليكم معنا ما تشوفين سكينه شاركي معاهم الهديه اللي بسيطه يعني خديتها لها وكنتمنى ما خلاوش ما خدمش الناس لا شاركها معاهم معاهم بما خلطت انا الحنه وكملت ونديروا الكريسه ديالنا ان شاء الله ان شاء الله Saydım olsaydım, bir asir rüzgar olsaydım olsaydım Şuradan البنات الخوت بغيت نقول لكم ان اختي سميره خدات لي هنا واحد الكادو شوفي الفنيكي شوفوا الفنيكي سكينه شدي ولدك ولدي حطها في العرس ما تهضريليش معاه لا ما تخافيش ما تهضريش مع اختي ولدي خلي حل 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 لي هذا الكادو هذا المهم هذا الكادو ديال سميره ديال سميره اختي عطاته لي حتى هي الذهب والله تحشومه بزاف خذات لي ذهبه بزاف والله سميره حنا اللي خصنا نعطيوها الذهب سميره كلها ذهب اقسم بالله العلي العظيم هي ما جيت ذهب ما كيحلفش هكا يعني عطيتني قسم قسم راه شي حاجه كما كتعرفوا ان الاتراك كيعلقوا الذهب في العراسات وفي الخطبه وفي اي مناسبه عندهم كيعلقوا الذهب فريمون شكرا لك بزاف على الهديه وقاطعك اختي تفضل حتى شي حاجه غدا غنعلقوهم ليك ملي تكوني خارجه نحيدوهم ياك ما هاني ماشي مشكل اشوفها منين شكرا لها بزاف بزاف وان شاء الله نعوضها لها في ساعة الخير يا رب شوفوا 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 سكينه لابسه لكم الفراشة ضرب عليكم النمر فراشة يا اختي النمر 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 خليو لها في لي كومونتير كي جاتها البيسه وتانا انا لابسه اليوم اليوم تكشيطه بالمضمه اليوم زعما لابسه البلديه المهم خليكم مع تشوفوا هذه غادي تشوفوها ان شاء الله كما بارطاجيت معكم الحنه والمراسم ديالها كي دازت انا ما بين الحنه وما بين العرس خليت سيمانه باش نرتاح فيها وباش نشوف النواقص اللي خاصني ناخذها وغدا ان شاء الله باذن الرحمن كاين العرس هاد الذهبات هادي غيعلقوها لي ان شاء الله نهار العرس لانه انا كيكون عندي خيط في عنقي ومولاي السلطان توا كيكون عنده خيط وتما الناس الصحاب والحباب والعائله بيناتهم كيعلقوا عابش كيدو يعني ضروري من التعلق يعني فلوس يذهب بالنسبه للاقرب المقرب للعائله كيعلقوا الذهب للعروسه والعريس هذه من عادات وتقاليد الاطراف بالنسبه للصحاب اللي قدر على الذهب يشري كيعلقوا واللي ما قدرش كيعلق فلوس وكذلك غنقول لكم انه المفاجاه الثالثه ديال اختي سميره ما غاديش نحرق لكم المراحل غادا نقول لكم كملوا الفيديو حتى الاخر صبري صبري واحد دقيقه بلاتي هنايا المغاربه مساكن العرس كله كيطلع عليهم ما نقولش لكم بواحد الثمن باهي صراحه الاتراك ما شاء الله كيطلع عليهم العرس بالربح العروسه كتدي خيط تاع الفلوس عامر والذهب العريس خلاص حليوه وعصير المهم تاكو شوفوا شوف العرس اماما العرس ديال الاتراك غادي تشوفوا غدا ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله غنوريكم نلعبهم كل وما كرهتش نعرض عليكم واحد واحد وتشرفوني وتعمروا بيا وتحموا لي كتافي لكن الحمد لله الحمد لله والشكر لله انا فرحاني فرحانه بزاف اللي جات عندي سميره وسميره الاخرى تبارك الله ما شاء الله الدكتوره ديالنا اختي سكينه يد اللي راها كاينه هنا بنتي الحبيبه ديالي وشرفوني مغربيات اللي جاوا حماوا لي كتافي وعمروا لي اش غنقول لكم كتافي حسيت براسي سخونه حسيت براسي عائلتها عائلتي كلها معايا ولكن الحمد لله الحمد لله العقوبه ليهم وحده وحده انا مهم هنايا ان شاء الله باذن الله وما تنساوش خليو لي كومونتير زوين في حق الاخت سميره وسميره ثانيه وفي حق الاخت سكينه وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا شنو المفاجاه اللي وجدوا لي ياكلوه هنا غادي نكتب السميه ديال سميه العروسه
سميه العزيزه قبل مسيه سكي ناري ما كتبتهاش هي هذيك ماشي مشكل سكيلة نحيد هذا الخط معايا هنا سكيلة بحال كتبتي تما سميه ماشي مشكل نحاول نمسحها غنمسح السميه دابا انا البيضه ديالي غادي ناكل ولكن البيضه ديال مولاي السلطان شكون اللي غياكلها ديالك معاك السميه شو سميتها سكينه احمد احمد الحمد لله ما سميتوش اوزجان ولا شي سميه معقده حيت الاطرك انا عندهم اسماء في شكل راجل سكينه سميتو سيزاي 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 هي هنا احمد هنا سكينه واحمد سمية العروسة والعريس اللي كتبتيهم قادين هانت بارك الله فيك اجي تمدي يديك الحلوة لمن سلام 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 صلى يا جا يا جا سيدنا محمد الله معاك العري بسم الله على بركه الله غادي نبداو الحنه دابا ان شاء الله يا ربي وعقبال كاع البنات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وغادي بنيات للرب ديال الرشا الله يكمل رشاهم والله يكمل رشا حنا عليك الله يحن عليك اسامي المهم انا تقبلوا على حنتي هذه ماشي الله يحفظك الجمال تبهرين برقتك ويا الدلال كاملة سبحاني من سوى الكمال كاملة سبحاني من سوى الكمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع اهو الف اهو الف الجمال تبهرين برقتك ويا الدلال كاملة سبحاني من سوى الكمال كاملة سبحاني من سوى الكمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع اهو الف اهو الف صاهو ألف آه
غا والله طاروا الفراق ما احلى غا والله همس الليلة همس تسطع وتنهى الشمس همس الليلة همس تسطع وتنهى الشمس طاروا الفراق ما احلى غا والله طاروا الفراق ما احلى غا حنا طغى عليك الجمال تبهرين برقتك ويا الدلال كاملة سبحاني من سوى الكمال كاملة سبحاني من سوى الكمال واللي شافك ما بقى في احتمال يا جوان ما معقول جننت العقول يا جوان ما معقول جننت العقول في سما وقفت بدلع مثل نجمك ما سطع في سما وقفت بدلع مثل نجمك ما سطع هو ألف آه ما أحلى الجمال تبهرين برقتك ويا الدلال كاملة سبحاني من سوى الكمال كاملة سبحاني من سوى الكمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال واللي شافك ما بقى فيه احتمال في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع في سما وفق الدلع مثل نجمك ما سطع يفنى اهو الف يفنى مال جدي اهو الف وتبقى صنعتي يفنى مال جدي وتبقى صنعتي يعني خاطر كل يوم رتي من والدتك الجديدة صنعتي مع معتي إلا ما غناتكش تعيش الجمال تبهرين برقتك ويا الدلال كاملة